السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الكرام، حيكم في البداية. دابا عندنا هذا الدرس ديال الإحصاء، واخا اسمحوا لي واخا يعني تعطلت عليكم. بالنسبة للدرس ديال الإحصاء هو هذا، ياك الدرس ديال الإحصاء سهل وبسيط وما فيه ما فيه شي حاجة اللي هي صعيبة، كتعطى عليه في الامتحانات الجهوية، في جميع الامتحانات الجهوية فيما مشيتو كتلقاو جوج ديال النقط في هذا الدرس هذا، جوج ديال النقط. وهاد جوج ديال النقط واخا تقول راه قليل، راه مزيانين وكيساعدو وكيساهمو في طلع النقطة ديالك. راه جميع المواد غير كتجمع، تقدر تخطأ في هاد الشيء وتجمع في هاد الشيء، تقدر مزيان. الأسئلة متكررة في الامتحان الجهوي، دائما هاد الأسئلة دائما كيتكرروا، دائما أبدا هاد الأسئلة كيتكرروا، دائما أبدا هاد الأسئلة كيتكرروا كيتعاودوا. تبعوا معايا مزيان. هاد أول سؤال، حدد منوال هذه السلسلة الإحصائية كتعطى عليه 0.5. غادي تمشيو حتى الامتحان الجهوي غادي تشوفوا عند التمارين، اللي كديروا التمارين غادي تشوفوا. حدد منوال هذه السلسلة الإحصائية، أشنا هو منوال هذه السلسلة الإحصائية؟ في البداية خصنا نعرفوا شنو هو المنوال. تبعوا معايا مزيان، الله يجزيكم بخير. تبعوا معايا مزيان، إلا تبعتوا معايا مزيان راه غادي تفهموا. تبعوا معايا مزيان، منوال السلسلة الإحصائية. مزيان، تبعوا معايا مزيان. منوال السلسلة الإحصائية، منوال ولا المنوال، اشنا هو المنوال؟ البداية خصنا نعرفو اشنا هو هاد المنوال هذا. هو، شوف تبعو معايا، هو قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص. دابا اودي الله يهديك، دابا باقي ما فهمناش شنو هو من واش، شنو هي ديك قيمة الميزة كاع، وعرفتي عطيتينا المفهوم ديال المنوال وديك قيمة الميزة والحصيص. مزيان، دابا نمشيو نشوفو شنو هي الميزة، نشوفو شنو هي الميزة. شوف بالنسبة للإحصاء، ياك دائما كندرسو واحد يعني كندرسو واحد الظاهرة، كنضرش واحد الظاهرة، يا إما تكون مثلا الطول، يا إما يكون العمر، يا إما يكون فهمتوا مزيان. لأن قيمة الميزة يعني أشنا هي الميزة؟ هي الظاهرة التي يتم دراستها، كتكون يعني هي الظاهرة أو العدد ديال الظاهرة أو الظاهرة يعني اللي كيتم الدراسة ديالها. وأنا ممكن ندرسو مثلا الطول، ممكن ندرسو العمر، ممكن ندرسو يعني بزاف د الحوايج، مزيان، ممكن ندرسو النقاط، ممكن ندرسو بزاف ديال الأمور. صافي، إذن هذه هي الميزة، كنتمنى أنكم تفهموا. بالنسبة للحصيص، الحصيص هي ديك القيم ياك التي كتاخد هذيك الميزة. غادي نفهموا، إذا ما فهمتوش مزيان غادي نفهموا. اذا معليش، دابا انا نمشيو لهاد المنوال هذا. دابا شنو هي الميزه اللي كان اللي كان اللي كندرسوها هنا، الميزه اللي كندرسوها في هذا الجدول هذا؟ دائما كتعطى لكم هذا الجدول بحال هذا الجدول في الامتحان الجهوي، صافي، بحال في الامتحان الجهوي دائما كتعطى لكم بحال هذا. صافي، اذا بالنسبه شنو هي الظاهره اللي كندرسوها هنا؟ الظاهره اللي كندرسوها صحيح هي المعاملات. لان اشنا هي الظاهره؟ هي المعاملات. شنو هي الميزه؟ هي المعاملات. وليا مزيان، ها هو الحصيص. دائما الميزه كتكون الفوق ياك، دائما كتكون الفوق، والحصيص دائما كيكون هنا تحت لتحت ديالو، وكيكون هاد الاعداد يعني المعامل ديال واحد. شوف المعامل واحد شحال ماده عندها معامل واحد؟ هي ثلاثه ديال المواد. كاين معامل جوج، شحال من مادة؟ هي جوج، جوج ديال المواد عندهم معامل جوج، جوج ديال المواد عندهم واحد المعامل اللي هو ثلاثة، ثلاثة المعامل ديالها. بالنسبة لواحد المادة عندها معامل ديالها هو واحد، بالنسبة لجوج ديال المواد عندهم معامل اللي هما خمسة. طيب مزيان، كنتمنى انكم تفهموا. دابا غادي نمشيو اللي هو اساسي، سمحوا لي
عليا. إذا منوال هذه السلسلة الإحصائية، وبيان منوال السلسلة الإحصائية، شنو هو منوال السلسلة الإحصائية؟ أش قلت لكم هنا؟ هو قيمة الميزة التي لها أكبر حصيل. شوف، هو قيمة الميزة، خصنا نمشيو عند الميزة، ها هي، ها الميزة هنا. إذا المنوال كيكون هنا في البلاصة اللي كتكون فيه الميزة. المنوال كيكون هنا، كناخدوه من هذا العدد، واحد الرقم من هاد بين هاد الأرقام، صافي، هو الميزة. غادي نشوفوه، التي لها أكبر حصيص. فين هو الحصيص؟ هذاك اللي كيكون في التحت. الحصيص هو هذا اللي عندها أكبر حصيص، الفوق ديالها المقابل ديالها في الميزة هو المنوال. دابا غادي نشوفوا هنا أكبر حصيص. هذاك الحصيص، هذا حصيص، هذا حصيص، هذا حصيص، هذا حصيص، مزيان. دابا أنا سولتكم أشنو هو أكبر حصيص في هاد من بين هاد العدد هادو، غادي تمشيو غادي تقول لي جوج، واحد صغير كاين جوج كبير منه، ولكن كاين واحد العدد اللي هو كبير اللي هو ثلاثة. حسن جدا. دابا غادي نفهموا، هذا هو أكبر حصيصة، هذا أكبر عدد في عند الحصيصات. كنديروا السهم هكا، ياك كنديروا هذا السهم، إذا المنوال كيكون في الميزة اللي هو واحد، اللي هو واحد. إذا المنوال هذه السلسلة هو واحد. مازال نعطيكم مثلا واحد الجدول آخر، غادي تقولوا لي باش هذا فقط باش أنكم تفهموا. مثلا هنا غادي نديروا مثلا الميزة هنا مثلا غادي نديروا عاوتاني الحصيص، هنا مثلا غادي نديروا 25، هنا غادي نديروا 23، هنا غادي نديروا 30، هنا غادي نديروا جوج، هنا غادي نديروا صفر، هنا واحد مثلا، صافي. إذا إلا قلت لكم منوال هذه السلسلة، منوال هذه السلسلة، المنوال ديال هذه السلسلة شنو هو؟ إذا شوف، الميزة، الحصيص. إذا أش قلت لكم المنوال؟ أش قلنا لكم في المنوال؟ غادي نرجعوا لهنا، أش قلنا لكم؟ هو قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص. يعني المنوال دائما كيكون عند الميزة هنا، دائما المنوال كيكون عند الميزة هنا، يعني 0.5 ما تضيعوهاش، راه سهلة، غير كنحدوها من الجدول. غادي نشوفوا هنا أكبر حصيص، فين هو أكبر حصيص هنا؟ واش 23 أكبر حصيص؟ لا، كاين 25. واش 25 هي أكبر حصيص؟ لا، كاين 30. يعني شنو هو أكبر عدد في الحصيصات؟ هو 30. كنديروا هذاك السهم الفوق المقابل معاه اللي هو جوج، يعني منوال هذه السلسلة هو 2، صافي؟ مزيان. غادي نديروا عاوتاني واحد المثال آخر باش أنكم تفهموا مزيان، أنكم تفهموا مزيان. مثلا الميزة، مثلا الظاهرة ولا الميزة، غادي ناخدوها مثلا النقاط، يعني الحصيص ممكن عدد التلاميذ. مثلا دائما قلت لكم الظاهرة داكشي اللي كندرسوه هو اللي كيتسمى الميزة، مثلا كندرسو النقاط، صافي، مزيان. مثلا كاينين الناس مثلا في مادة الرياضيات، التلاميذ كيتعطاو دائما كيعطيو لك